السلام عليكم. بعد سنين من التوتر السياسي والدبلوماسي بين تركيا والدول العربية لأسباب متنوعة، من أبرزها الموقف من الانتفاضة العربية التي انطلقت في تونس قبل 12 عاما، بعد هذا التوتر تشهد العلاقات بين الجانبين تحسنا ملحوظا، وخصوصا بعد زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى تركيا قبل شهور قليلة، وهي الزيارة التي تخللت سلسلة إشارات إيجابية متبادلة بين أنقرة وعدد من عواصم المنطقة من بينها الرياض وأبوظبي. نتوقف في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب مع هذا التطور لنبحثه في حيثياته وأسبابه، ولنسأل عن المنطق الذي تقوم عليه العلاقات ابتداء، العلاقات العربية التركية اليوم، كما نتطرق في حديثنا إلى السبل والوسائل الكفيلة بتحويل التفاهمات الناشئة بين الجانبين إلى صيغة علاقة أو شراكة استراتيجية. تفاصيل هذا الموضوع بعد متابعة التقرير التالي. بعد سنوات من التوتر والقطيعة السياسية والمناوشات الكلامية بين المسؤولين العرب والأتراك، عادت المياه الدافئة إلى نهر العلاقات العربية التركية عبر زيارات دبلوماسية متبادلة على مدار أشهر، كللت بزيارات رئاسية تركية إماراتية وتركية سعودية، وسط حديث عن بدء محادثات لتطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة. ولعل الاقتصاد يمثل الملف الأكثر أهمية في سياق التقارب العربي التركي، إذ احتلت الاتفاقيات الاقتصادية مكان الصدارة في المباحثات التي جرت في كل من أنقرة وأبوظبي والرياض، الأمر الذي يجعل من الاقتصاد مساحة واسعة للتعاون، بينما تظل الخلافات سيدة الموقف فيما يتعلق بالملفات السياسية، وإن بدا في اللقاءات التي جرت شيء من التغاضي عنها في مقابل فتح آفاق التعاون وتطبيع العلاقات استجابة للمتغيرات الملحة إقليميا ودوليا. وبحسب محللين، فإن تركيا تتحرك باتجاه العودة إلى استراتيجيتها السابقة بتصفير المشكلات في السياسة الخارجية، وكذلك العودة إلى العلاقات الدافئة مع محيطها العربي والإسلامي، ولا سيما السعودية والإمارات بما تمثلانه من ثقل اقتصادي وسياسي، ومصر التي لا غنى عن دورها وما تمثله من أهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك كله على القضايا التركية الشائكة في شرق البحر المتوسط وخلافاتها مع اليونان بشأن الغاز والجزر المتنازع عليها. في المقابل، فإن دول المنطقة العربية تحتاج لبناء علاقات قوية مع تركيا بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي وعسكري، لا سيما بعد التدخل التركي المؤثر والناجح في عدد من مناطق الصراع في العالم، وكذلك نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية بما يدعم السعي لتنسيق إقليمي قد يتطور في رأي محللين إلى تكوين تحالف استراتيجي يتزامن مع تغيرات عميقة محتملة في بنية النظام العالمي تحت ضغط الحرب الدائرة في أوكرانيا، ما يؤهل تلك الدول إن صدقت النوايا للعب دور مؤثر في صياغة النظام العالمي الجديد. للحديث عن موضوع الحلقة يسعدني الترحيب بضيفين الكريمين، الدكتور عصام عبد الشافي رئيس أكاديمية العلاقات الدولية، وكذلك الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أهلا وسهلا. لو بدأنا معك دكتور سمير، يعني قبل الحديث عن واقع العلاقات العربية التركية اليوم، حري بنا أن نعود قليلا إلى الوراء لنبحث عن سبب المد والجزر الذي مرت به العلاقات التركية. صحيح. وهو المد والجزر الذي دفع بعض العواصم العربية المهمة إلى مناكفة أنقرة من خلال الميل سياسيا ودبلوماسيا إلى خصمها التقليدي وهو اليونان. صحيح صحيح. مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أهلا وسهلا. يعني كما أشرت أنت أيضا، العلاقات العربية التركية عانت كثيرا. القواسم المشتركة بين الطرفين كثيرة. المشكلة كانت في الأساس هي الاستفادة من هذه القواسم المشتركة وترجمتها على الأرض بطريقة عملية تخدم التقارب التركي العربي. مع الأسف هذه المسائل لم تتم بشكل مباشر ثنائي بين الجانبين. المشكلة الأساسية
كانت أنه هذه العلاقات بقيت تحت تأثير الطرف الثالث، مصالح الطرف الثالث، ثقل ودور الطرف الثالث. من هو هذا الطرف الثالث في التاريخ؟ لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء، تغير حسب المصالح وحسب علاقاته مع الطرفين. مرة كان مثلا الاستعمار الإنجليزي، مرة كان الدور العامل الروسي، مرة كان العامل الأمريكي، العامل الأوروبي، أكثر من سبب طرف ثالث. طبعا أنا لا أريد أن أرمي الكرة في ملعب الطرف الثالث فقط، أريد أن أقول لك أنه لم يكن هناك ترجمة حقيقية، قراءة حقيقية على مستوى الداخل التركي والداخل العربي باتجاه إقامة الذهاب وراء تحليلات علمية موضوعية مركزة تساعد الطرفين على استنتاج أسباب وضرورات هذا التقارب وهذا الانفتاح. العامل التاريخي، العامل الجغرافي، العامل الاقتصادي، العامل الاستراتيجي، العسكري، الأمني، كلها مهمة، لكن مع الأسف رأينا أنه أكثر من عامل دخل على الخط باتجاه معاكس. الآن باختصار أيضا حتى لا أطيل، في عندنا تصنيفات كثيرة لمسار العلاقات العربية التركية، لا أريد أن أدخل في كل هذه التصنيفات أو التوصيفات، حتى أريد أن أذهب إلى استنتاج سريع. أخ جهاد، مثلا أبدأ من الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية الأولى كيف تم بناء المنظومة الإقليمية وكيف انعكست هذه المنظومة على العلاقات العربية التركية؟ بعد ذلك كان في عنا مرحلة باتجاه الحرب العالمية الثانية 1945، تنتهي الحرب ونبدأ نقاش جديد في العلاقات العربية التركية. إذن هذه العوامل التي شاهدناها بين الفترة 1920-23 وبداية الحرب العالمية الأولى، نهاية الحرب العالمية الأولى، بداية الحرب العالمية الثانية، نهاية الحرب العالمية الثانية، وصلنا بعدها إلى ما بعد الحرب وبنية إقليمية دولية تؤثر بشكل أقوى على هذه العلاقات. لكن دكتور سمير، قد يكون يعني هذا كلاما، قد يكون هذا كلاما مجملا، يعني صحيح. نريد شيء من الإصابة المباشرة للأسباب التي أدى، سواء كانت تاريخية قديمة نسبيا أو حتى معاصرة أو حديثة. صحيح. ما الأسباب التي خلقت بذور التوتر بين العربي وتركيا؟ صحيح، كما قلت لك في البداية أنه في أسباب كثيرة، أسباب مرتبطة مثلا بداخل هذه الدول. قبل الحديث عن سياسة الجامعة العربية، هذه السياسة التي غير موجودة أساسا حسب ما أنا أتابع في التعامل مع الجانب التركي، كان في داخل المنظومة العربية نفسها انقسامات، تكتلات، اصطفافات في التعامل مع تركيا، وهذه كانت مشكلة أساسية. يعني أنا رأيي الشخصي، لو كان هناك سياسة عربية واحدة جامعة تحت سقف الجامعة العربية بالتعامل مع تركيا، لكنا وصلنا إلى نتائج إيجابية أكثر في لغة الحوار بين الجانبين. لكن لم تحدثني عن الانتفاضة العربية والموقف التركي الداعم للانتفاضة العربية، ما عكر صفو العلاقة باختصار جدا. يعني أعرف، صحيح أعرف أنني أطلت، أنا كنت أريد أن أذهب إلى المرحلة الأخيرة في مسار العلاقات. هذه الحقبة بدأت عام 2002 مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، كانت مرحلة انتقالية كبيرة في مسار العلاقات بين الطرفين. حزب العدالة والتنمية في الحقبة الأولى، في العقد الأول من سياساته، برأيي ساهم بشكل كبير في تغيير النظرة في الداخل التركي حيال العالم العربي، وساهم أيضا في تغيير هذه النظرة نيابة عن العديد. أعرف أنني ربما قد أبالغ هنا في التحليل، لكن أقول، لا أعرف الدكتور عصام إذا كان يتفق معي، ساهم أيضا في تغيير قناعات الكثير من العواصم والدول العربية أيضا نفسها في التعامل مع تركيا، وهذا برأيي كان انتصار استراتيجي مهم. يعني هذه الحقبة تربطه بحزب العدالة والتنمية. صحيح، لكن مع الأسف في الأعوام الأخيرة بدأنا ندخل في نقاشات جديدة. طيب، هذه كلمة أسف سأضع تحتها خطين لأستفسر منك عن سبب هذا الأسف بعد قليل دكتور عصام. هناك زيارات متبادلة بين الرئيس التركي، حقيقة زيارات يعني شاعرية نستطيع أن نقول إذا صح التعبير، بين الرئيس التركي، استقبل في الإمارات استقبالا دافئا، رفع العلم التركي وأحسن استقبال الرئيس التركي. بعد ذلك شهدنا زيارات متبادلة مع ولي العهد السعودي وعناق سبب جدلا في الساحة التركية. هل هذه الأسباب بالنسبة للتراث السياسي بين الأتراك والعرب، هل هذه المظاهر من الدفء كافية للقول بأن أسباب الخلافات بين الجهتين زالت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة، وكل التحية لحضرتك والتحية للدكتور سمير. أهلا وسهلا. يعني شرف كبير أن نكون معه في هذا اللقاء. لا أعتقد أن مثل هذه اللقاءات كافية، أو أن نقول أنها قد أزالت أسباب الاحتقان أو التوتر السياسي بين الدولتين، لأننا نتحدث عن عدة أشهر في مقابل عدة سنوات، عدة أشهر من تبادل الزيارات، عدة أشهر من الأحاديث الودية، عدة أشهر من الحديث عن تحسن في العلاقات، في مقابل على الأقل 10 سنوات من التوتر السياسي. لا أعتقد أن ما حدث خلال السنوات العشر من أزمات سياسية، كان لدينا انقسمت المنطقة، أو يمكن القول أن المنطقة بعد 2011 انقسمت إلى معسكرين، معسكر داعم للثورات الشعبية في الدول العربية، ومعسكر مناهض، أو ما يسمى بمعسكر الثورات المضادة. هذا المعسكر تبنى الكثير من السياسات الرافضة لأي تحول شعبي، ورافضة أيضا لأي تيارات سياسية ذات مرجعية إسلامية. ولذلك نظرا لأنه في بعض النظم السياسية العربية يصنف النظام في تركيا على أنه نظام سياسي ذي مرجعية إسلامية، فكان أيضا من بين المستهدفين بحملات الثورات المضادة. ولذلك حدثت محاولة الانقلاب الأولى في 2013 في تركيا، ومحاولة الانقلاب الثانية في 2016 في تركيا، وهي كانت الأخطر، لأن كانت يعني البلاد كانت على وشك بالفعل تحول سياسي خطير لولا ستر الله ولولا وقوف الشعب بقيادته وإرادته خلف نظامه السياسي. ثم بعد محاولة الانقلاب، الانقلاب محاولتين الفاشلتين عسكريا، كانت هناك محاولات انقلابات اقتصادية من خلال استهداف الاقتصاد التركي في مرحلة من المراحل، واستهداف أيضا العملة التركية في مرحلة أخرى من المراحل. كل هذه الأمور تركت الكثير من التداعيات السلبية على العلاقات بين الدولتين. أيضا لا ننسى مجموعة من الملفات شديدة الأهمية من وجهة نظري، كانت لها تأثيراتها أيضا سلبيا في مسار العلاقات. الملف الأول كانت أزمة حصار قطر 2017، ووقوف تركيا بجانب قطر ودعمها سياسيا واستراتيجيا وأمنيا في مواجهة دول الحصار الأربعة، أيضا ترك تأثيراته على طبيعة العلاقة بين الدولتين. الموقف الآخر السياسة التركية تجاه الملف الليبي، وبما يتعارض أيضا مع توجهات كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ترك أيضا تأثيراته على طبيعة العلاقة بين الدولتين. موصولا إلى أزمة الراحل جمال خاشقجي، والتي أيضا كان لها تأثيراتها الكبيرة على العلاقات السلبية بين السياسية والاقتصادية بين الدولتين. كل هذه المؤشرات خلال 10 سنوات، لا أعتقد أن ما حدث خلال 5 أشهر من بداية انفتاح أو من خلال تبادل الزيارات وتودد أو عودة للعلاقات، لا أعتقد أننا نتحدث عن تحول استراتيجي، ولكنه تحولات تكتيكية من وجهة نظري مرتبطة بضغوط خارجية فرضت على الجميع. لدينا أزمة كورونا وتداعياتها التي فرضت تداعيات اقتصادية هائلة على كل النظم السياسية. لدينا التحول في الإدارة الأمريكية مع وصول بايدن إلى الحكم في يناير 2021، وما ترتب عليه من تغير في وجهات في توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لدينا ملف ثالث ضاغط، وهو ملف الأزمة الأوكرانية وتداعياتها. وأيضا في كل المناسبات أؤكد أن تداعيات الأزمة الأوكرانية أو بداية المواجهة في إطار الأزمة الأوكرانية لم تكن مع إعلان بوتين. لكن دكتور، معذرة دكتور عصام، تحدثت عن البعد الاقتصادي وتحدثت عن البعد السياسي، لكن ثمة ملف غائب في الحديث حتى الآن، وهو قبل هذه الانفراجة في العلاقات بين الجانبين، هناك زيارة مهمة شديدة الأهمية وذات رمزية عالية قام بها وزير الأمن القومي الإماراتي مصحوبا بمسؤولين عسكريين كبار إلى تركيا، هي التي مهدت فيما يبدو في الظاهر إلى تحسن العلاقات بين الجانبين. ماذا عن البعد الأمني في الانفراج الحاصلة؟ طيب، هو ما أنا أقول لحضرتك، هو ما هذا ما كنت سأتحدث عليه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. الحديث عن الأزمة الأوكرانية لم يبدأ مع إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، ولكن الحديث عن الأزمة الأوكرانية بدأ في يناير 21 وليس فبراير 2022. وبالتالي كانت هناك خطط للسياسات إعادة الانتشار العسكري في الولايات المتحدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة. من أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لدينا تركيا، لدينا الإمارات، لدينا النظام السعودي، لدينا الكيان الإسرائيلي، لدينا النظام في مصر. سياسات إعادة الانتشار ارتبطت بتحريك قوات من المملكة العربية السعودية إلى القوقاز، ارتبطت بضرورة إعادة يعني محاولة تخفيف حدة التوتر بين النظم العربية وتركيا من ناحية، والدعوة إلى تطبيع هذه العلاقات. ولم يقف الأمر عند دعوات لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، ولكن أيضا تطبيع العلاقات التركية مع إسرائيل. ولذلك شهدنا زيارة الرئيس الكيان إلى تركيا،
كل هذه الأمور كانت أحد أهم محركاتها من وجهة نظر الشخصية، مع طبعاً مع اتفاقي مع الكثير مما ذهب إليه الدكتور. هناك مجموعة من الأسباب، ولكن من وجهة نظري السبب الرئيس هو تغير الإدارة الأمريكية وتغير توجهاتها السياسية ومحاولة احتواء الصراعات البينية في الأقليم، لأن هناك من وجهة النظر الأمريكية تحدي أكبر يهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ويهدد الحلفاء أكبر من كل الصراعات البينية بين هذه الدول. أشكرك على إثارة هذه النقاط، يعني رجعت إلى الأسباب غير المباشرة. وهنا أتحول للدكتور سمير مرة أخرى، ثمة من المراقبين من يربط تحسن العلاقات بين أنقرة وعدد من العواصم العربية، ما وصفه بالضبط بعض المراقبين، إلى إعادة أنقرة ضبط البوصلة السياسية في المنطقة، في إيحاء إلى أن المشكلة كانت في تركيا والحل أيضا كان في تركيا. سؤالي هو، يعني نريد أن نبحث معك معنى إعادة البوصلة السياسية لدى القيادة السياسية في أنقرة، ماذا يعني هذا بحسب بعض المراقبين إذا ما كنت توافق عليه؟ طبعا. صحيح، يعني توصيف إعادة البوصلة نحن نسميه إعادة التموضع في السياسة الخارجية التركية، نعم، في التعامل مع العديد من الملفات. لماذا أنا لا أتفق كثيرا أخ جهاد مع مصطلح إعادة البوصلة؟ لأنه هذا يعني أنه تركيا ستعود في سياستها إلى ما كانت عليه مثلا قبل 5 سنوات في العام 2014-2015-2016 مثلا. هذه مسألة في غاية الصعوبة بعد الآن. لا، المقصود ربما بإعادة بوصلة، عفوا دكتور سمير، نعم، أنه بمعنى أن تخلت عن مواقفها التقليدية، صحيح، في دعم الانتفاضة العربية لصالح الميل إلى الأنظمة السياسية كأمر واقع. هذه النقطة الآن التي علينا أن نناقشها. العودة إلى الوراء في السياسة الخارجية التركية لن تخدم تركيا إطلاقا. ما معنى العودة إلى الوراء هنا؟ لما ما أقصده تحديدا هنا أنه في تغيرات موجودة على الساحة العربية، على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية، ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. أنا لا أتحدث إطلاقا عن العامل الرابع أخ جهاد، الساحة الداخلية في تركيا السياسية والحزبية أيضا. إذن أنا لا ندخل في تفاصيل هذه المسائل الأربعة، أريد أن أذهب إلى استنتاج آخر لأجيب على السؤال. أنه نحن كنا نركز كثيرا بعد الانتفاضات الربيع العربي أخ جهاد على أنه هذا الحراك الإقليمي العربي إذا جاز التعبير سيعطي تركيا المزيد من الفرص الإقليمية. الآن علينا أن نكون صريحين وندخل في عمليات نقد ذاتي هنا في الداخل التركي تحديدا. نعم، أخطأنا في التقدير والرهان على أنه هذه الثورات ستنجح وستخدم مصالح تركيا الاستراتيجية في علاقاتها مع العديد من الدول العربية والإسلامية والإقليمية، وستعطي تركيا فرصة انطلاقة أوسع في علاقاتها مع اللاعبين الكبار. هذا الخطأ اكتشف في الأعوام العامين الأخيرين تحديدا في تركيا، وبدأنا نطرح سياسات جديدة تتأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الانسداد الحاصل في السياسة الخارجية التركية، وهذه نقطة في غاية الأهمية. لا أعرف إذا كان الدكتور عصام يتفق معي هنا أم لا، أنه هذا الطرح التركي في العامين الأخيرين أخذ بعين الاعتبار حجم التحول في السياسات العربية الخليجية تحديدا والإقليمية، وهذا ما يجري الآن على الأرض. يعني هذا الانفتاح التركي العربي مع العديد من الدول، إعادة الاتصال وربط جسر التواصل مع القاهرة، تفعيل الحوار وذهب نحو التطبيع مع الإمارات، هذا التقارب مع الأخير مع السعودية، كل هذه المسائل ليست مرتبطة فقط برغبة تركية، هذا الانفتاح مرتبط أيضا بتحولات أشار إليها الدكتور عصام قبل قليل وأنا أتفق معه هنا. هذا الحراك الحاصل في أكثر من بقعة جغرافية بطابع سياسي اقتصادي أمني واستراتيجي. في النهاية أيضا لن أطيل كثيرا، أنه كل هذا الحراك الآن يحمل معه سؤال أساسي، أنه هل هذه المتغيرات الآن التي نعيشها سواء كان في سياسة تركيا الإقليمية أو في سياسة العالم العربي توضحت ووصلت إلى نقطة تدفعنا للقول أنه الاستراتيجيات توضحت والخطط باتت شبه واضحة؟ لا أظن إطلاقا، العقدة ما زالت قائمة، ما زالت موجودة، وزيارة جولة بايدن المرتقبة عامل مهم في قراءة التحول الحاصل. سياسة روسيا في التعامل ليس فقط مع الملف الأوكراني بل مع الاستراتيجية الأطلسي الأخيرة، استراتيجية الأطلسي الأخيرة، نعم، عندما كان يصنف روسيا قبل عقد كما تتذكر شريك من الخارج، والآن
عدو أول ومباشر. إذن هذا يعني أنه ينتظرنا الكثير من التساؤلات الاستراتيجية التي تحتاج إلى إجابات. طيب قبل الحديث عن التساؤلات الاستراتيجية التي سنبحثها فيما يتعلق بين الأتراك والعرب في المحور الأخير من هذه الحلقة، دكتور عصام، إذا ما جاز لي أن أقول بأن أنقرة نجحت في كسب قلوب الدول العربية أو على الأقل التي كانت تتبنى موقفا مناهضا للسياسات التركية في المنطقة، ثمة من يقول أن هذا كسب القلوب، هذا إذا صح التعبير، له أثمان جيوسياسية قدمتها تركيا وأدت إلى هذا الدفء والانفراج. بسؤالك يعني إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ لا، أنا لا أتفق مع هذا الطرح، لأن الحديث عن قصب القلوب والدفء لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة في العلاقات العربية التركية، بدليل أن الإعلام الموالي للنظم السياسية في الدول التي تحاول تركيا تطبيع معها ما زال يتبنى نفس الخط الدعائي الهجومي المضاد للسياسات التركية بامتياز. ولكن يمكن أقول أنه فرض على وسائل الإعلام في بعض النظم أن تعيد النظر في خطابها الإعلامي تجاه تركيا بدرجة كبيرة بأوامر مباشرة من القائمين على هذه النظم. وأنا أعتقد أن أحد أهم المكاسب في حال تهدئة الخطاب السياسي يمكن أن يعتبر مكسب، لأنه في الأخير استمرار الخطابات السياسية في النظم التي كانت على تصادم أو على تعارض مع تركيا يمكن أن يؤجج الكثير من المشاعر السلبية. بعد زيارة الرئيس التركي إلى المملكة العربية السعودية مباشرة وبأقل من أسبوعين، صدر قرار داخل المملكة بمنع السفر إلى 15 دولة من بينها تركيا بدعوى إجراءات احترازية على في ظل تداعيات أزمة كورونا، هكذا قيل. وقبل زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا مباشرة بأقل من 24 ساعة رفع حظر السفر، وهو ما يمكن تفسيره أنه لم يكن حظرا لإجراءات احترازية ولكن لاعتبارات سياسية. وبالتالي عندما نتحدث عن دفء عن كسب القلوب، أعتقد أن المرحلة ما زالت مبكرة كثيرا جدا جدا على هذا الحكم من وجهة نظر متحولات. يعني أول شيء موضوع المتهمين بقتل خاشقجي، أسقط الملف في الداخل التركي وأحيل تماما، يعني هذا يعطي إشارات على أن هناك أثمان دفعت. ما هي وجهة نظري أن هذه تنازلات قدمتها تركيا ولم تحصل على المقابل، لأنه في الأخير نحن نتحدث عن قضية، هذه القضية تم التفريط فيها. قد يقول قائل أن والله أن هذه القضية في النهاية تخص القضاء السعودي، لأن القتيل سعودي والمشاركون في القتل سعوديين، ويمكن أن يحال الأمر برمته إلى النظام أو القضاء في المملكة العربية السعودية. لماذا تقول أنها لم تحصل على ثمن وأنت لا؟ من المتوقع أن يأتي الملايين السعوديين لدعم الاقتصاد التركي عبر بوابة السياحة والاستثمارات، هناك إشكالية. أليس هذا ثمن؟ لا، هناك إشكالية كبيرة جدا جدا، ومن وجهة نظري عند الشعوب العربية. أنا لا أتحدث عن نظم سياسية عربية، عند الشعوب العربية خلال العشر سنوات الماضية كانت تراهن أخلاقيا وقيميا ومبادئيا على النظام في تركيا، وتعتبر أن الرئيس أردوغان ليس قائدا لتركيا وليس زعيما لتركيا، ولكنه زعيما لكل الشعوب العربية، بل وزعيما لعدد من الشعوب الإسلامية. في ظل حالة الخطاب الكبيرة التي كانت تراعي المشاعر وتراعي إرادات الشعوب وتراعي رغبتها، في ظل التحديات التي مرت بها كل دول المنطقة، وفي ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وكما أشار الدكتور، في ظل برضو اتجاه بعض الدول أو بعض النظم السياسية إلى إعادة تقييم سياساتها الخارجية خلال العشر سنوات الماضية، كانت هناك ردة فعل سلبية على حساب الشعوب وقضاياها، وليس على حساب النظم، بل بالعكس لصالح النظم السياسية في المنطقة العربية، لأنه في الأخير النظام في مصر لم يتغير فيما يتعلق بعلاقته بتركيا، النظام في السعودية لم يتغير ولن يتغير في علاقته تجاه النظام في تركيا. فنحن نتحدث عن معادلة من ثلاثة أطراف شديدة الأهمية، لدينا طرف ممثل في النظم العربية بما لديها من تحديات وقضايا وملفات وإشكاليات، وملف طرف آخر ممثل في الدولة التركية وما تواجهه من أزمات، سواء أزمات اقتصادية أو أمام استحقاق انتخابي شديد الأهمية في 2023 فرض عليها الكثير من التحديات والكثير من التنازلات أيضا. وهناك طرف ثالث، هذا الطرف الثالث هو المتغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة وما أفرزته من تحديات. نحن نتحدث بالفعل تركيا تعاني من وضع أزمة اقتصادية حقيقية خانقة، يمكن من خلال إعادة النظر في بعض التوجهات أو بعض السياسات يمكن أن تحقق بعض المكاسب على المستوى الاقتصادي، يمكن أن تخفف من حدة الاحتقان في علاقتها مع النظم العربية. ما نريد أن نبحثه بعد قليل. يعني أنت ذكرت الثالوث الذي انطلقت من خلاله تركيا في مقاربة علاقتها مع الآخرين، نريد أن نبحث المنطق الذي تحتكم إليه العلاقات التركية العربية، ولكن بعد وقفة قصيرة.
أسعدكم الله مشاهدينا الكرام، هذه عودة لمواصلة الحديث بشأن واقع العلاقات العربية التركية وآفاقها. دكتور سمير، في الحديث عن التقارب السياسي الراهن، ما المستهدف تحديدا بهذا التقارب من قبل أنقرة تحديدا؟ هل هو الدعم الاقتصادي أم البحث عن هدوء سياسي صدع رأس أنقرة في الفترة الماضية؟ طبعا يعني هذه النقاط مهمة برأيي، عوامل أساسية في هذا التحول أو هذه الرغبة التركية الجديدة. نعم الاقتصاد، عندنا أزمة اقتصادية، نريد يعني بأسرع الفرص بأسرع الأوقات الخروج منها، هذه مسألة محسومة. نقطة ثانية في غاية الأهمية هي استعدادات الداخل التركي للعملية الانتخابية بعد عام، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار استطلاعات الرأي وقلنا أن هذه الاستطلاعات فعلا تقرأ الداخل التركي بشكل صحيح، غالبيتها تقول أن تكتل المعارضة هو الأقرب الآن للوصول إلى السلطة. نقطة ثالثة في غاية الأهمية إلى جانب الاقتصاد والعامل السياسي الحزبي الداخلي في تركيا هي لعبة التوازنات الحاصلة في المنطقة التي تشكلت على حساب تركيا في الأعوام الأخيرة. لعبة التوازنات أخ جهاد لم تكن سهلة إطلاقا، يعني مثلا شرق المتوسط، عملية الاصطفاف التي حصلت واستبعاد تركيا عن هذه هذا الحوار بين 7 دول أو 8 دول تجلس وتتفاهم فيما بينها بعيدا عن إشراك تركيا في مسألة استراتيجية تعنيها مباشرة بدرجة الأساسية. بعدين كان في عنا ملفات توتر ساخنة وانعكست أيضا على مصالح تركيا. الملف الليبي كان نقطة توتر ودائمة السخونة، مثلا كما أشار الدكتور قبل قليل موضوع الخليج، أزمة الخليج، تفاعلاتها، ارتداداتها. لا ندخل في عملية تعداد هذه الملفات، أريد أن أقول لك في النهاية أنه أسباب الانسداد الحاصل في التعامل مع هذه الملفات هو الذي دفع تركيا لهذه القراءة وهذا التحول في مواقفها. لكن في عنا نقطة أيضا في غاية الأهمية علينا أن نأخذها بعين الاعتبار برأيي في المرحلة المقبلة، في عنا لعبة التوازنات الإقليمية المرتبطة بإيران وبإسرائيل. أيضا لا أعرف إذا كان الدكتور يتفق معي أم لا، إنه هذا التحول في السياسة التركية العربية، تحول المشترك إذا جاز التعبير، أيضا مرتبط بالعامل الإيراني بالعامل الإسرائيلي، ليس فقط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ووصول بايدن إلى السلطة. في خلافات حقيقية بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية الحالية علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، في مراجعة لسياسة الغرب الإيرانية أيضا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. كيف ستكون نتائج زيارة وجولة بايدن في شقها الإيراني؟ نقطة في غاية الأهمية. هذه الزيارة ستساعد الكثير من العواصم العربية وتركيا لإعادة بناء استراتيجية إقليمية جديدة، يعني نتائج زيارة بايدن. أنا لا أريد أن أقول أن واشنطن هي التي ترسم السياسات، أقول أن طريقة الطرح في المرحلة المقبلة، الحوار الذي سيتم، الجولة وتفاصيلها ستساعد الجانبين التركي والعربي على قراءة مسار جديد. طيب دكتور عصام، يعني الذي يميز السياسة التركية الخارجية وخصوصا في تعاملها مع المحيط العربي هو الواقعية وأحيانا كثيرة ربما الذرائعية أو البراغماتية التي تتمتع بها القيادة السياسية في تعاملاتها، يعني بمعنى أن الأيديولوجية تختفي كثيرا وراء المصالح الوطنية والجيوسياسية التركية، وهذا واضح في النهج السياسي التركي. هل الأمر كذلك بالنسبة للدول العربية؟ بمعنى هل تقوم المقاربة أو التقارب العربي مع الأتراك على أساس استراتيجية عربية، أم أن كل دولة عربية في تقاربها مع تركيا تبحث عن مصالح ضيقة آنية؟ لا، هو بس أنا محتاج أفكك مفهوم صغير، إن إحنا نقول الزرائعية التركية أو البراغماتية التركية. لا، أنا يعني شوية الأمر ده بيسبب لي حالة من عدم يعني الراحة النفسية، لأن كل دولة في العالم، هذا مصطلح لا مفهوم، المراقبون الأتراك والعرب لا يعني يسكونه، ليس كما يفهم في السياقات، لأن وجهة نظري لا يوجد نظام سياسي في العالم إلا ويسعى إلى مصالحه الاستراتيجية، ولكن هناك فارق كبير في نظر إلى المصالح. النظام السياسي في تركيا يسعى إلى مصالح الدولة، مصالح الدولة، أما النظم السياسية في المنطقة العربية تسعى إلى مصالح النظام وليس إلى مصالح الدول. وبالتالي عندما تتحرك تركيا أو يتحرك النظام في تركيا، هو يسعى للحفاظ على مصالحه في شرق المتوسط،
يسعى للحفاظ على أمنه القومي في سوريا والعراق، يسعى للحفاظ على مياهه الإقليمية في البحر المتوسط في مواجهة اليونان، يسعى للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية كدولة في الملف الليبي، يسعى للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية أيضا في مواجهة كل من روسيا الاتحادية وإيران ودول وسط آسيا. في المقابل النظم السياسية العربية عندما تتحرك لا تسعى إلى مصالح الدول، لا تسعى إلى مصالح الدول ولكن تسعى إلى مصالح النظام. لأن على سبيل المثال لو تحدثنا وهناك فجوة كبيرة بين النظم، لأن النظم العربية لا تتحرك وفق استراتيجية موحدة، ولكن هناك مصالح منفصلة لكل نظام سياسي عربي. في ليبيا في الإمارات ما يعنيه هو أن يخفف من حدة الوجود التركي في ملف الليبي، لأنه يسعى للهيمنة على هذا الملف وتغليب كفة حفتر في الشرق على حساب حكومة الوفاق في الغرب. في مصر لا يعنيه مصالح الدولة التركية المصرية، لا يعني النظام في مصر مصالح الدولة المصرية في ملف شرق المتوسط مقارنة بتركيا، بدليل أنه تنازل عن أكثر من 15,000 كيلو متر مربع عندما قام بترسيم الحدود مع اليونان مناكفة سياسية في تركيا، وليس العكس، أنه قام بالتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ سنة 2015 فيما يتعلق بسد النهضة حتى يحصل على شرعية سياسية، حتى يحصل على شرعية سياسية في مقر في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي الفجوة كبيرة جدا بين النظامين. لذلك أتحفظ دائما عند من يقولون أن النظام السياسي في تركيا براغماتي، بمعنى أنه يسعى إلى مصالح، هو يسعى إلى مصالح الدولة. قد وضحته في سؤالي. نعم، مصالح الدولة وليس مصالح النظام. وبالتالي عندما تعاد النظر في بعض التوجهات السياسية هناك أزمة استراتيجية كبرى، يعني أهم أو أكبر التحديات الاستراتيجية للدولة التركية ملف الطاقة والغاز، مصادر الطاقة، لأن تركيا تستورد أكثر من 85% من احتياجاتها من الخارج، وملف ظهرت كارثية هذا الملف مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، وبالتالي ترتبط بروسيا ارتباط استراتيجي في ملف الغاز، ترتبط بإيران ارتباط استراتيجي في ملف الغاز، الحديث عن التنقيب في البحر الأسود والاكتشافات التي تمت، السعي الجاد والحثيث والمكثف للاكتشافات في البحر المتوسط وفي شرق المتوسط وترسيم الحدود هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي يمكن أن يقدم النظام في تركيا الكثير من التنازلات حتى يؤمن مصالح الدولة وليس مصالح النظام. هذا هو الفرق الكبير في الرؤية الجيوسياسية لهذه الملفات. وضحت النقطة. دكتور سمير، ما القاعدة التي تنطلق تركيا منها في إدارة علاقتها مع المحيط العربي؟ هل هي تعزيز مبدأ توسيع النفوذ التركي ضمن الدور التركي الإقليمي أو النفوذ الإقليمي الصاعد في المنطقة، أم يمكن أن تقبل تركيا بعلاقات ندية ومصالح متبادلة مع الدول العربية؟ صحيح، مسألة توسيع النفوذ التركي الإقليمي، التمدد التركي إذا جاز التعبير، في أكثر من بقعة جغرافية تتقاطع فيها المصالح مع الدول العربية موجودة، وهذه كانت مشكلة. يعني سياسة تركيا الإفريقية مثلا، هذا الدخول التركي إلى أفريقيا في أكثر من مكان تم ليس بالتنسيق مع الدول العربية، تم بإطار سياسة تركية مستقلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا وحدها في هذه البقعة الجغرافية. هذه نقطة أنا رأيي الشخصي تحتاج إلى مراجعة، وأظن أنه بدأنا في سياسة المراجعة. يعني سياسة تركيا الإفريقية برأيي في المرحلة المقبلة إذا ما بقي حزب العدالة والتنمية في السلطة بعد عام ستكون في إطار تنسيق عربي تركي في الملفات التي تعني الطرفين في القارة السمراء، وهذه نقطة تحول. يعني هذا كان خطأ استراتيجي برأيي ينبغي أن نتلافاه. لماذا؟ لأنه هذا التوتر في العلاقات التركية العربية في منطقة أفريقيا انعكس سلبا وأضر بمصالح الطرفين. لأن في نقطة أيضا مهمة، أنه هذا الحوار التركي العربي في هذه الآونة فيه الكثير من التشابك والتداخل، مسؤولية ذلك برأيي لا تقع على تركيا وحدها، على الجانب العربي أيضا. أين وكيف؟ نرى في بيانات الجامعة العربية البيانات الأخيرة الكثير من الانتقادات التي كانت توجه بشكل دائم إلى تركيا وإلى إيران، إلى تركيا وإلى إيران باستمرار. الآن في آخر البيانات الدكتور يصح لي إذا كان لا يتفق معي، الآن نرى في تحول مهم. لماذا أنا أشرت إلى هذه النقطة أخ جهاد؟ دي أقول لك أنه سياسات الدول العربية خارج منظومة الجامعة العربية تختلف عما يصدر عن الجامعة العربية في بياناتها الختامية في التعامل مع الدول. وهذه مشكلة أساسية تحتاج إلى نقاش. لماذا؟ عن العمل الأوروبي، النموذج الأوروبي إذا شئت. الاتحاد الأوروبي عندما يرسم سياسة محددة ضد الدولة من الدول أو في التعامل مع دولة من الدول يكون في إطار سياسة المجموعة الأوروبية. هذا لم نرى
سوى في بيانات الانتقاد والتنديد بسياسات بعض الدول على مستوى الجامعة العربية. أين هذه السياسة العربية تحت غطاء الجامعة التي فعلا ذهبت في العقدين الأخيرين باتجاه منظومة بناء منظومة علاقات حقيقية مع الجانب التركي؟ هذه المشكلة لو أولجت قبل عقدين مثلا، لو أولجت قبل عقدين في إطار استراتيجية تحرك صحيح لما كان وصلنا إلى هذا التوتر في العلاقات التركية العربية. طيب دكتور العالم كما أنت تعلم، العالم الآن يمر بتحولات عميقة، تحولات خطيرة، من ذلك استمد الإقليم أيضا تحولاته في المنطقة العربية، تعاد صياغة المواقف والتحالفات، يعاد تعريف الصديق والعدو الآن، و تحولات حقيقة نوعية وخطيرة. أين موقع تركيا من هذه التحالفات الجديدة؟ ثم ماذا يمكن أن تقدم أنقرة أمنيا لهواجس الدول العربية؟ طيب أنا عندي ملفين في غاية الأهمية والخطورة من وجهة نظري، وبناء عليهما يمكن أن نقيم أين تقع تركيا. تفضل. لدينا منتدى غاز شرق المتوسط الذي أشار إليه الدكتور منذ قليل، تتحدث عن إسرائيل، تتحدث عن فلسطين، تتحدث عن مصر، تتحدث عن اليونان، عن قبرص، عن إيطاليا وفرنسا، وانضم إلى هذا الكيان الإمارات العربية من بعيد كمنسق أو كمساعد. هذا كيان تم استبعاد تركيا. لدينا الآن حديث جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية عن نيتو الشرق الأوسط، وترحيب العاهل الأردني ودعوته للقيام بهذا، وأنه يتم التنسيق لمجموعة 6+3، 6 دول مجلس التعاون الخليجي، 3 العراق والأردن ومصر. لكن التنبؤات وفي الخلفية تتحدث عن إخفاق هذا. أنا متأكد، مش تنبؤات، أنا متأكد، عندي قناعة كاملة أن هذا لن يتم. ولكن عندما نتحدث عن تنظيم تحالف عسكري أمني استخباراتي معلوماتي تستبعد منه تركيا، وتحالف استراتيجي طاقوي تستبعد منه تركيا، فهذه رسائل شديدة الأهمية وشديدة الدلالة عن كيف تنظر هذه الدول أو هذه الأطراف إلى الدور التركي. للأسف الشديد هناك تحدي كبير جدا جدا، تحدي استراتيجي لمعظم الدول العربية. هذا التحدي يتمثل على سبيل المثال في كيانين يسببان الكثير من التوتر في المنطقة، النظام في إيران والنظام في إسرائيل. للأسف الشديد كثير من التحالفات وكثير من التحولات تتجه إما باتجاه ضبط العلاقات مع إيران أو ضبط العلاقات مع إسرائيل، ومحاولة استبعاد تركيا التي يمكن أن تشكل حليفا استراتيجيا لمعظم إن لم يكن لكل الدول العربية دون استثناء، لأنها تتفق معها في المصالح الاستراتيجية، تتفق معها في الهوية المذهبية الإسلامية إذا كنا نتحدث عن مذاهب وخلافات في هذا التوجه، تتحدث أيضا عن نوع من أنواع التقارب الفكري والثقافي والحضاري في ظل وجود خلفيات ثقافية وتاريخية ممتدة لأكثر من 5 قرون بين الشعوب العربية والدولة العثمانية والشعب التركي. لدينا أيضا تمازج حضاري كبير من خلال مئات الملايين من السائحين العرب الذين يفيدون إلى تركيا كل صيف، وأكثر من 5 مليون عرب يقيمون في تركيا. هذا التمازج الكبير يجعل من تركيا في الرؤية الاستراتيجية هي العمق الاستراتيجي للدول العربية، ويجعل من الدول العربية العمق الاستراتيجي لتركيا. ولكن في المقابل النظم السياسية لا تنظر هذه النظر. النظم السياسية العربية للأسف الشديد إما تتجه للتحالف مع الكيان الإسرائيلي من ناحية وتبني معه الكثير من الشبكات والعلاقات، بل ويتم التأسيس لمنطقة تجارة حرة في الإمارات العربية المتحدة لصالح الكيان الصهيوني ليتمدد من خلالها إلى كل دول الخليج، في مقابل التحجيم الكبير جدا حتى تاريخه في العلاقات مع تركيا. يتم الحديث عن مشروع، عندما تمت زيارة محمد بن زايد وكان وليا للعهد إلى تركيا قبل أن يصبح رئيسا، تم الحديث عن مشروع استراتيجي كبير للنقل البري البحري يمر من الإمارات إلى إيران إلى العراق وصولا إلى تركيا، ومن تركيا إلى البحر المتوسط كخط تجاري بري بديل يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالخط الذي يمر بقناة السويس على سبيل المثال. خلال 5 أشهر الماضية كانت مجرد أحاديث، ولم فعليا لم يتم التراكم في إطار ما الذي تم في هذا المشروع، لأنه تم الحديث عنه من عدة أشهر. فمثل هذه الملفات أنا من وجهة نظري ما زالت العلاقات تواجه الكثير من التحديات. طيب. ولكن إعادة التموضع أو إعادة النظر في توجهات سياسية سواء من جانب النظم العربية أو من جانب النظام في تركيا، بغض النظر عن مبررات هذه الإعادة في إعادة التوجهات، سواء كانت أسباب داخلية في الدول العربية أو أسباب داخلية في تركيا أو أسباب مرتبطة بالإقليم، ولكن في الأخير تهدئة الخطاب الإعلامي، تهدئة الخطاب السياسي يمكن أن يصب في صالح بناء علاقات. ولكن لست متعجلا للنتائج، لأنه في الأخير أن هناك 10 سنوات من التوتر لا يمكن معالجة ما نجم خلالها في 10 أشهر. طيب أنا أريد أن أسأل الدكتور سمير،
ماذا تريد تركيا من العرب؟ يعني طبعا تريد أن تحمي مصالحها. ما هي هذه المصالح؟ مع العالم العربي، المصالح قد تكون اقتصادية تجارية بالدرجة الأولى، ثانيا البعد السياسي والبعد الأمني في هذه العلاقات، طبعا إلى جانب ما قيل دائما ونوقش باستمرار العلاقات الشق التاريخي الشق الديني غيرها من المسائل. لكن كل هذه الأمور كما قلت لك قبل قليل لا يمكن الآن مناقشتها بهذه الطريقة، إنه ما الذي يريده العالم العربي من تركيا أو ما الذي تريده تركيا من العالم العربي. هذه المسألة لابد أن تطرح وتناقش في إطار دائرة إقليمية ودولية أوسع في هذه الفترة الزمنية. يعني مناقشة العلاقات العربية التركية نعم مهم، لكن التركيز على أنه هذا التقارب التركي العربي من الممكن أن يحدث بين ليل وضحاها صعب جدا. ثانيا هذا التقارب حتى ولو تم لن يتقدم باتجاه تصاعدي، يعني باتجاه إيجابي محمي، إذا لم يأخذ بعين الاعتبار ملفات إقليمية أخرى تؤثر على هذه العلاقات ورسم طريقها ومسارها. باختصار باختصار جدا، الآن نحن مثلا عندنا في أزمة ما زالت موجودة حتى الآن، الرغبة الحقيقية برأيي ما زالت مفقودة، الرغبة على المستوى التركي على المستوى العربي في دفع العلاقات نحو هذا المسار. نقطة ثانية الثقة، مسألة أزمة الثقة في هذا المسار، يعني كلا العنصرين العاملين الآن ينبغي أن يتم مناقشتها. كلا هذين العاملين كنت أدخرهما لأسألكما عنهما لكنك قفزت سريعا إليهما لا بأس. دكتور عصام، هل يوجد ما يوحي لك كمراقب بأن العلاقات التركية العربية يمكن أن تسير قدما إلى الأمام وفق المعطيات الدولية والإقليمية؟ هو في التحليل السياسي كل الاحتمالات واردة وكل الاحتمالات قائمة، لأننا بالفعل النظم السياسية العربية التي نتحدث عنها سواء النظام في مصر أو النظام في السعودية أو النظام في الإمارات وهي محور الاهتمام في هذه المرحلة تواجه الكثير من التحديات الداخلية. لكن هل هذه الأنظمة هذه الدول تملك أنظمة سياسية يمكن التنبؤ بسلوكها؟ لا طبعا لا طبعا، لذلك أنا سألت. ولكن أقول أن لديها من التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها كنظم ما يدفعها لتهدئة الأوضاع في علاقتها الإقليمية. وبالتالي نحن نتحدث لأن تتحدث بالفعل عن ثلاثة شخصيات، هذه الشخصيات اجتمعت مع شخصية رابعة كان يمكن أن تفجر العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2020 عندما كانت هذه الشخصيات السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وترامب، كان يمكن أن تفجر العالم لو توافقت لو استمر التوافق واستمر ترامب في جولة انتخابية في مرحلة انتخابية ثانية. ولكن هناك تحديات حقيقية تواجهها النظم السياسية في هذه الدول الثلاث، هناك تحديات حقيقية تواجهها الدولة التركية. هذه التحديات يمكن أن تجبر جميع الأطراف على محاولة تجاوز أزمات العشر سنوات الماضية، هذا جانب. ولكن الجزئية الأخيرة التي أشار إليها الدكتور وهي أزمة الثقة أعتقد أنها في غاية الأهمية لأنها تحتاج إلى تفكيك، ما تم هدمه خلال 10 سنوات يحتاج بالفعل إلى فترة حتى يتم استعادته. أعتقد أن النظام في تركيا يمر بمرحلة يمكن أن نسميها عنق زجاجة، والله أنه يدخل على أخطر عام في تاريخ التجربة وهو عام انتخابات 2023 في ظل أزمة اقتصادية كبيرة في ظل تحولات مجتمعية كبيرة فيما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين والمقيمين العرب في هذا الملف، في ظل أيضا حالة نوع ما من درجة ما من التوحد بين قوى المعارضة السياسية في الداخل. هذه المرحلة تحتاج أيضا تكثيف الجهود السياسية داخليا وخارجيا لاحتواء الأوضاع السيطرة على الوضع الاقتصادي وإعادة الانتعاش للاقتصاد التركي من ناحية، محاولة أيضا السيطرة على الأوضاع الداخلية فيما يتعلق بالأسعار فيما يتعلق بالتوترات التي يمكن أن تترتب على ارتفاع كبير في مستوى التضخم وانهيار في مستوى العملة. كل هذه الأمور تدفع الجميع إذا كانت هناك بالفعل تحديات تعاني منها كل النظم السياسية بما فيها النظام التركي يمكن أن تدفع الجميع باتجاه تهدئة الأوضاع. هذه التهدئة يمكن أن توفر بيئة ولو نسبيا لاستعادة الثقة في ظل تراجع الخطاب المضاد سياسيا وإعلاميا. أنا أريد أن أبني على قضية الثقة والرغبة اللتين لا تبدو واضحتين بشكل كافي عند الجهتين، يعني سواء الأتراك أو العرب. ما الصيغة المثلى لتطوير هذه التفاهمات السياسية الراهنة البناء عليها واستثمارها لتطويرها نحو علاقة ربما تكون استراتيجية كلاهما بحاجة إليها؟ صحيح، القناعة برأيي نقطة أساسية هنا، قناعة الطرفين بحجم الأخطار المحدقة بهما إذا لم يتم هذا التقارب وهذا التنسيق وهذا التفاعل التركي العربي. هذه نقطة أولى أخ جهاد، قناعة الطرفين بقراءة
جديدة لمسار ليس فقط علاقاتهما بل المحيط ككل، نقطة أولى. نقطة ثانية في غاية الأهمية مرتبطة أيضا بتعزيز فرص الحوار والتنسيق بشكل تدريجي ومبرمج. المشكلة عندنا كنا دائما في علاقاتنا نريد أن نصل إلى القمة دون العبور من الأسفل واعتماد استراتيجية تتقدم على مراحل لبناء هذه العلاقات وحمايتها من الانهيار. كنا نذهب إلى القمة نحاول أن نبني علاقات من الفوق وننسى أنه في أسفل الهرم عنا ضعف، عنا تفكك، عنا تباعد، عنا أزمات موجودة. الآن عنا فرصة جديدة، الآن العلاقات الآن تمر بمرحلة اختبار ومرحلة انتقالية. خلال هذه المرحلة الاختبار والمرحلة الانتقالية لابد أن يكون هناك إعداد جيد للمسار الجديد في العلاقات. الإعداد الجيد مرتبط بالخبراء في الجانبين الذين سيجلسون، خبراء التاريخ، الجغرافيا، الاقتصاد، السياسة. يعني نحن لا نريد فقط أن تجلس القيادات السياسية من الفئة الأولى، أن تجلس هذا صعب، أن تجلس القيادات السياسية في البلدان العربية وفي تركيا وتتحاور وتتفاهم وتقول بدأنا الانطلاقة الجديدة. لابد أن يواكب هذا المسار بناء من القاعدة على الطريقة الأوروبية، طريقة المنظومة الأوروبية. الآن الاتحاد الأوروبي منذ العام 1951 يبنون لهذا المشروع. لكن دكتور هذا يحتاج إلى وجود أنظمة سياسية ناضجة، أنظمة سياسية يعني يتم تظهيرها من القاعدة، من إرادة الشعب، من يعني ربما يكون هذا كلاما في الحالة العربية مثاليا. لا إطلاقا، لماذا لا نقول أنه في المجموعة الأوروبية هذه المثالية تم تجاوزها عندما وصلت القناعة لدى الدول العربية الدول الأوروبية أن المصلحة والضرورات تفترض وتتطلب هذا التنسيق. هذه الدول الأوروبية حاربت فيما بينها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تركت هذه الخلافات وهذا التباعد وهذه الانشقاقات وجلست تحمي مصالحها أمام طاولة مستديرة اسمها الاتحاد الأوروبي. هذه العلاقات من الممكن أن يتم البناء والتحضير لها. أنا كتبت عام 2004 أنا كتبت كتاب حول بناء النظام الإقليمي الجديد في العلاقات التركية العربية بالتنسيق مع أخذ بعين الاعتبار الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني أيضا. هذا ممكن. لو أذنت لي أن أختم مع دكتور عصام، يعني أنت قلت بأن الجلوس القادة العرب مع القيادة التركية على طاولة والتفاوض في مصالح ومستقبل هذه المنطقة صعب، ما الذي يجعله سهلا؟ الذي يجعله سهلا أو ممكنا على الأقل؟ لا، هو ممكن، هو ليس يعني الأمر ليس مستحيلا، هو ممكن، لأن كما أشرت هناك مجموعة من التحديات مفروضة على الجميع وهناك مصالح يسعى الجميع إلى تحقيقها، وهذا ما يدفع باتجاه توفير فرص حقيقية يمكن البناء عليها والاستثمار فيها. ولكن التحدي الحقيقي من وجهة نظري أننا بالفعل دكتور لا نتعامل في الدول العربية أو في النظم العربية مع نظم مؤسسية، ولكن نتعامل مع نظم شخصية تتحكم في توجيه مسارات السياسة الخارجية، وبالتالي لا تتم العودة إلى مؤسسات سياسية حقيقية فاعلة سواء على التشريع أو التنفيذ. هذا يصطدم دائما بتوجهات بإعادة النظر التقلب السريع في بناء توجهات السياسة الخارجية في النظم العربية. نحن أيضا في تركيا هذا في السنوات الأخيرة عانينا من هذه جزئية، ولكن الفارق أن في تركيا مؤسسات، أن في تركيا أحزاب سياسية، أن في تركيا جهات رقابية. كمال أنك ضرورة تغيير سياسي مثلا؟ لا، هو الأمر ليس تغيير سياسي، لأن هذه النظم ستبقى لعدة سنوات قادمة، النظم السياسية العربية ستبقى لعدة سنوات قادمة، وهناك نوع من أنواع الاضطرار للتعامل، لأن هناك تحديات تواجه الجميع في الدول العربية وفي الإقليم وفي تركيا تفرض على الجميع إعادة النظر في توجهاتها السياسية إذا أرادت أن تحمي أمنها القومي، لأن من وجهة نظري التحديات والتهديدات أكبر وأخطر مما يتصوره الجميع. نحن بالفعل في مرحلة مخاض كبيرة على قمة النظام الدولي، يمكن أن تكون لها تداعيات سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. نحن في مرحلة أخرى كارثية، وهي نمو كيانات ما دون الدولة في عدد كبير من الدول العربية، يمكن أن تؤدي إلى تفتيت هذه الدول بما ينعكس سلبا على أمن واستقرار كل دول المنطقة، ولا نريد أن يحصل هذا. آمين. الخطر آمين. على أمن واستقرار تركيا والدول العربية. شكرا لكم ضيفي الكريمان. ختاما أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، دكتور عصام عبد الشافي رئيس أكاديمية العلاقات الدولية، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي. كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة. في حراسة الله. أهلا وسهلا بكم، حياكم.